السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم أوس الخسرجي. درسنا اليوم مختلف تماما عن الدروس السابقة، لأن يشرح طريقة الدخول إلى العالم الافتراضي، العالم الخفي للإنترنت أو الدارك نت، الإنترنت المظلم. طبعا كل الموجودين بالدارك نت أو الإنترنت المظلم هم ناس تقنيين، يعني ناس تعرف الحاسوب، تعرف خفايا الحاسوب، شلون تدخل، شلون تطلع، شلون تخترق الأجهزة والحواسيب. يعني أقل واحد تلقاه بالدارك نت متوسط بالهكر، فكونوا حذرين باستخدام هاي التقنية ولو هي بيها شغلات مفيدة وبنفس الوقت شغلات مضرة. احنا نجي على الجانب الايجابي. الجانب الايجابي كل شيء ببالك من برامج، وثائق، من شغلات ممنوعة موجودة على الدارك نت، يعني المحتويات الممنوعة كلها تلقاها موجودة هنا، لانك دا تستخدم انترنت واقعي. اللي هو شنو؟ اللي انترنت الافتراضي اللي دا نستخدمه، الفيسبوك، الجوجل، اليوتيوب، و كل برامج المايكروسوفت اللي تحتوي على البروتوكول HTTP، مثلا www.google.com community.organization او .net network. هذه راح نعوفها على صفحة وراح ندخل على موضوع يختلف تماما. الدوت هنا دوت اونيون او .i2p او .bit، هذا يختلف تماما عن السابق. يعني ماكو www، قبل تلصق الرابط، الروابط عشوائية طبعا، ارقام زاد حروف، يعني ما ينحفظ الرقم، ما ينحفظ، عفوا الموقع ما ينحفظ. وكل موقع مثلا .union يشتغل على برنامج التور براوزر، .i2p يشتغل على برنامج الـ i2p الخاص بي. احنا راح نشرح طريقة عمل هالمواقع وش سوى هالمواقع عبر برنامج التور براوزر. عفوا، ندخل الجوجل كروم. مثل ما تشوفون الرابط موجود اسفل وصف الفيديو، هو والمواقع اللي راح ندخل لها. نحمل التور، نفك الضغط عليه، نلقاه بالشكل التالي: تور براوزر. نعطي ستار تور براوزر، دبل كليك، راح يحمل بعض الخصائص الموجودة، ما تطول دقيقة او اقل. بعدها يتم تشغيل متصفح التور. هاي الواجهة مال المتصفح تور براوزر، شبيه جدا لمتصفح الفايرفوكس، يعني اللي يستخدم الفايرفوكس ما عنده اي مشاكل ويا برنامج التور. نجي على المواقع، طبعا المواقع ما حافظهن، يعني حفظ على الغيب، لان مثل ما تشوفون هذا الموقع خاص بالبلاك ماركت. هذا الموقع كله دوت اونيون خاص بالبلاك ماركت، هذا موقع خاص بوادي القراصنة. وادي القراصنة موقع لمشاركة الملفات، كل أنواع الملفات، أفلام، أغاني، على صور، على بحوث، على برامج، كل أنواع البرامج موجودة به. طيب البرامج كلها مضروبة كراك، ماكو برنامج بفلوس، بس أكو برامج أخرى تنباع بسوق سوداء اللي هي بلاك ماركت. طيب تلقى اللصوص موجودين، كبار الهكر موجودين، على ناس سياسيين موجودين، ناس مطلوبين قضائيا موجودين، كل الناس اللي تتوقعهم موجودين بهذا الانترنت الافتراضي اللي هو الدارك نت. طيب نسوي كوبي للبلاك ماركت وندخل للتور، نطيب بيست. طيب
اوكي طبعا شوية التحميل عندي مو عالي لان هسه وقت اللود على الشبكة. طيب احنا اللي دا نستخدمه قلنا 10% من الانترنت الموجود، زين هاي المواقع البقية 90% وين؟ انيبل اكو مشكلة، خل ننسخ كود مال او الموقع العفو مال ريت باي الوادي القراصنة، نطي اوكي. 90% هو انترنت خفي، يجول بي يعني كافة انواع البشر من لصوص، من تجار سلاح، من هاكرز، عمالقة الهاكر تلقاها هناية لان بي حماية لهم. مثل ما تشاهدون فتح الباي او البرايت باي اللي هو وادي القراصنة، ايش تكتب موجود، ايش تريد مثل ما تشوفوا، all audio video application comes وجلكم الله البورن والاذر، ايش تكتب موجود وكله مجانا على وادي القراصنة. طيب اريد الشاتنج، اريد اسوي شاتنج. طيب اكو مو بس ذني المواقع، ذني مجرد محركات بحث المواقع اخرى تلقاها على المنتديات موجودات، اكثرية المواقع تكون خطرة على الناس المتقنيين لان الموجودين كلها تقنيين، يعني يعرف بمجال الاختراق والحواسيب وشون يعني يختزل المعلومات الموجودة عندك كلها وبطرق ما تعرفها انت، لان هو واصل مرحلة انه يقدر يسحب اي معلومة عندك عن طريق مجرد تشات وياه. فلا تثق باي شخص موجود على الدارك نت. طيب انا الانترنت عندي ثقيل او اكو مشكلة بالانترنت، انا راح ارفق الروابط اسفل وصف الفيديو، وهذا الشغل كله على مسؤوليتك الخاصة، يعني لا تحملني مسؤولية لان انا دا اقول لك انه اكو مشاكل. اذا تشوف نفسك ما تقدر تطب بهذا العالم لا تدخل اصلا، بس اذا تشوف عندك القابلية انه تشوف نفسك معلوماتك جيدة، مسوي نفسك حماية، مسوي لنفسك حماية جيدة يعني نقول، ادخل وتعمق بهذا الموقع او هذا العالم الكبير اللي يعد آلاف المواقع الموجودة به، أكثر من العالم الافتراضي اللي احنا نعرفه أبو الـ WW أو البروتوكولات الـ HTTP. لهنايا وينتهي درسنا لهذا اليوم، أتمنى تكونون قد استفاديتوا وافتهمتوا هذا الفيديو إن شاء الله. وفي نهاية كلامي تقبلوا تحياتي، وأتمنى تكونون استمتعتوا بهاي الحلقة، و سووا لايك او سبسكرايب للقناة على مود توصلكم احدث الفيديوهات.